يعتدى قوات الاحتلال تعتدي على مواطنة بالضرب يعني أطفال يتم الاعتداء عليها وبحوزتها أطفال نعم وأيضا اعتدي على الطفلة بالضرب المبرح من قبل أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا قوات الاحتلال نعم يعني لم يحدث شيء فقط المركبة يعني قامت بالمرور من الحي قوات الاحتلال اعتدت عليها أوقفتها بشكل مفاجئ لا يعرف السبب ولكنها قامت بتوقيفها قامت بالاعتداء على صاحبة هذه السيارة وتفلت أمام يعني عين تفلتها هي تقوم الآن بحضان ابنتها الصغيرة خبيث 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 أين هو خبيث